وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة، حياكم الله وبياكم. درسنا لهذا اليوم سيكون عن الغسل، غسل الجنابة وغيره من الأغسال المستحبة. غسل الجنابة فرض وله فروض ثلاثة، قال المصنف رحمه الله: وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. إنسان أصابته جنابة أو وجب عليه الغسل لسبب من الأسباب الآتي ذكرها، فعندها لا يجوز له أن يصلي أو أن يمس المصحف أو أن يدخل المسجد أو أن يتلو القرآن حتى يغتسل هذا الغسل. الفرض ذكرنا في الوضوء أن من لم يأتي به لا يصح وضوءه، وهنا كذلك. فروض الغسل ثلاثة: المضمضة والاستنشاق وتعميم الماء على سائر البدن. أي نعم، المضمضة والاستنشاق في الوضوء قلنا إنهما سنتان، لأن فرض الغسل في الوضوء هو غسل الوجه، والوجه ما يواجه الإنسان به الناس، وباطن الفم وباطن الأنف، باطن الأنف ليس مما يواجه الإنسان به الناس. لكن في الغسل الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فيها مبالغة، فكل ما أمكن إيصال الماء إليه وجب، ويمكن إيصال الماء إلى الفم وإلى الأنف بالاستنشاق. نعم، فيجب على الإنسان أن يغسل جميع الشعور في غسل الجنابة. قلنا في الوضوء إذا أراد الإنسان مثلاً صاحب اللحية الكثة أن يغسل وجهه، لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى باطن اللحية، وإنما يكفي أن يغسل ظاهرها، هذا فرض. ويستحب أو يسن أن يغسل ما استرسل منها إذا كانت كثة، لكن في الغسل، غسل الجنابة، يجب عليه أن يغسل جميع الشعور: شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الحاجبين، شعر الشاربين. أي نعم، والمرأة كذلك، إلا أن المرأة إذا كانت لها ضفيرة أو ضفائر، اللي بيقولها نحن جدايل، فيكفي غسل الظاهر ولا يجب، أي نعم، أن لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها. بعض النساء بتغلم بتطول يعني وهي، فرفع عنها الحرج بذلك. قال: وسنة الغسل، لأن السنن إن أتى بها كان غسله على وجه الكمال، أصاب السنة، وإن لم يأتي بها صح غسله وخالف السنة. وأي مخالفة للسنة مكروهة أيها الإخوة الأحبة، ويخشى على صاحبها أن يحرم من بعض أنواع الشفاعات. أي نعم. قال: وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه. إنسان يريد أن يغتسل غسل الجنابة أو غير ذلك، أولاً يغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل فرجه قبلاً ودبراً، وإن كان عليه نجاسة فيزيلها. نعم، والمني عند أبي حنيفة رضي الله عنه نجس، وعند الشافعي طاهر. نعم، والأولى للمسلم دائماً أن يجتنب الخلاف. ثم أنه عند أبي حنيفة نجس، لكن يكفي إن جف يكفي فرقه. نعم، قال: ثم يتوضأ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، بعد ما يغسل
فرجه يديه وفرجه يتوضأ الوضوء الذي وصفناه. أي نعم، يغسل يديه ثم يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ويستنثر باليسرى، ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين اليمنى ثم اليسرى، ثم يفيض الماء على رأسه، نعم، أو يمسح رأسه، يمسح رأسه ورجليه، يغسلهما إذا كان كما الحال عندنا، إذا كان الماء لا يعني لا يجتمع. زمان كان مثلا بده يغتسل حط تحته طست يجتمع فيه الماء، فهنا يقول يغسل رجليه، يتوضأ إلا رجليه، إذا خرج من هذا الماء لأنه صار مستعملا يغسل رجليه. أما إذا كان الماء جاريا كما في الدش فيتوضأ وضوءه كاملا مع غسل الرجلين. إذا فرغ من الوضوء يفيض الماء على رأسه ويوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم بعد ذلك يغسل جانبه الأيمن كاملا ثم الجانب الأيسر كاملا. قال ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، يغتسل ثلاثا، ثم يتنح عن ذلك المكان فيغسل رجليه، هذا إذا كان الحال يجتمع الماء فيه. وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر. الواجب عليها الفرض أن توصل الماء إلى أصول الشعر اللي هي المتصلة بالرأس، هذه أصول الشعر، لكن نفس الضفيرة لا يجب عليها نقضها. نعم. والمعاني الموجبة للغسل، ما هو الذي يوجب الغسل على الإنسان؟ إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة، هذا الناقض الأول، خروج المني على وجه الدفق أو الشهوة، فلو خرج مثلا لمرض معين لا يجب الغسل. والتقاء الختانين من غير إنزال، إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. والحيض يعني النقاء عن الحيض، والنفاس النقاء عن النفاس، هذا يوجب الغسل. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صار عندنا أسباب الغسل أربعة: إنزال المني أو نزول المني، والتقاء الختانين، الطهارة عن الحيض أو النقاء عن الحيض، والنفاس. نعم. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهنا حمل العلماء الوجوب على أنه متحتم لا الواجب الشرعي الذي يأثم الإنسان إذا تركه. والعيدين والإحرام، نعم. وليس في المذي والودي غسل، المذي سائل رقيق شفاف يخرج عند المداعبة بدون شهوة، يعني هو سابق للشهوة لكنه يخرج مقدمات الشهوة، وليس فيه، هو نجس وليس فيه غسل، ولكنه كالبول ينقض الوضوء. والودي سائل كدر ثخين يخرج نتيجة مرض، بعض الناس الله يعافينا وإياكم بعدما يبول يخرج منه هذا السائل نتيجة برد، نتيجة مرض معين، وفيهما الوضوء. وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.